أهلا وسهلا فيكم من جديد، وبنرحب بكل الأشخاص اللي انضموا لبرنامجنا الصباحي يوم جديد بساعته الأخيرة من مطبخ يوم جديد. يعني كالعادة علا بتكون بمطبخ يوم جديد وعندها أفكار جديدة ووصفات لذيذة وشهية ومنوعة. خلينا نصبح على علا ونشوف شو عملت لنا اليوم. صباح الخير علا. يا صباح الفل والياسمين، انت دائما نيتك طيبة لدرجة انه الأشياء بتكون لابقة مع النظام الصحي تبعك. بقول لك صف النية ونام بالبرية للمرة هاي بدنا ننام في مطبخ يوم جديد. يلا صباح الورد، الله يعطيكي ألف عافية، وصباح العسل لكل مشاهدينا وجمهورنا الكريم خلف الشاشات. اليوم رح نعمل طبقين، الطبق الأول رح يكون عبارة عن رز مديني مع كتف الخروف أو فخذ أو أي جزء من أجزاء اللحم، طبعا بده يكون بعظمه. رح نعمله مع صوص أحمر هالمرة، ما رح يكون محمر، مع طشة من السمن البلدي، بالإضافة إلى بانكيك، بس البانكيك هالمرة رح يكون باستخدام أولا اللي هو الشوفان، رح نستخدم من الكسيح شوفان، والكسيح عندهم نوعين رح أقولكم إيش الفرق بينهم، بالإضافة إلى وجود الطحين الأسمر أو الطحين البر، بدنا نبعد عن الطحين الابيض، وكمان راح نحط تمر بدل السكر، اذا هو صحي 100% ان شاء الله تعالى بينال على اعجابكم. بسم الله وعلى بركه الله نبدا كل تفاصيل الحلقه، راح نكملها مع كاتي، واي سؤال اهلا وسهلا. يلا خلينا ناخذ مقادير وصفتنا لليوم. البانكيك انا هاي مغرمه فيها صراحه، يلا لذيذه جدا. يلا رز مندي مع كتف الخروف بالصوص، بدنا رز مديني. مديني ما بس هم حاطينها مندي، انا قرات نعم صحيح. انت قراتي صح. 2 كيلو لحم بعظمه، بدنا 2 كيلو رز منقوع، بدنا باقه عطريه لسلق اللحمه، بدنا قرفه هيل ومستكه. طيب مع الرز المديني اللذيذ اللي عملته علا، للرز بدنا ماء مغلي، ماء كادي، ملح وزعفران. وللصوص بدي 2 كوب بندورة مفرومة، 2 كوب عصير بندورة، 1 ملعقة كبيرة جرام مسالة، 1 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو سمنة، 1 ملعقة صغيرة كبشة قرنفل، وعود قرفة، ملح وزعفران، وماء كادي. للتقديم بدنا قلوبات محمصة. يلا يلا انطلقي في عالم الطهي. يلا نصبح أكيد على السيد أحمد الزعبي، بدي أوجه له تحية، يعني دائما من الناس اللي بتابع عن كثب وأي إشي فيه رز دائما هو هيك متابع، أوجه له تحية وصباحه سعيد من جديد. هلأ الرز المديني هو نسبة إلى المدينة المنورة، أو خليني أحكي الستات بيعملوه في دول الخليج عامة. الرز المديني هو رز غني جدا بالنكهة، يعتمد على الباقة العطرية اللي بنسحبها من اللي هي البهارات الصحيحة مثل القرفة، بس أحمصها بطلع فيها زيوت، ومثل الموستوكا، الله يسهل عليها شاهد، مثل الموستوكا تمام. هلأ بالنسبة للحم ما بنحمره، هو بتم سلقه وبعدين بنطبخه مع صوص أحمر، وهو والصوص تبعه بنحط على الرز. الطبخة كتير زاكية، قدر المستطاع بنحاول كاتي يعني نقدم لهم طبخات بالرز، لأنه إحنا شعب بنحب الرز. أوكي. لما في طبخة فيش فيها رز بتلاقيهم أهل البيت مش طبخة هاي اليوم. طيب. قدر المستطاع. يا سلام، فتحت طنجرة الضغط أنا وعندي الأمور جاهزة. أنا جايب اليوم كتف خروف روماني، وزن الخروف لا يتجاوز 13 كيلو. أوكي. اللي بيحتار بين البلدي والروماني، الاثنين زاكيين، بس الروماني برمي لحم أكتر، برمي لحم أكتر يعني دهنه أقل، فبالتالي مشان هيك كتير ناس بتتجه إله لأنه لحمته أكتر، البلدي اللي أو الدهن فيه أكتر صح. من ذلك الوزن اللي كتير طيب بيكون لما بتكون الذبيحة خروف رضيع صغير، يعني لا يتجاوز 10-11 كيلو، ولكن في بعض المواسم صعب، يعني هلأ روماني تلاقي 13 كيلو هذه يعني ما صارت، هلأ كله بال 15 بال 17 بال 18 كيلو، زاكي بس يعني أنا بالنسبة لي بحب الذبيحة تكون صغيرة، بنقول عنها زي الفستق. صحيح. يلا طيب تمام. أنا هون حطيت كاتي الباقة العطرية اللي حكيت لكم إياها كاتي بالوصفة، وحطينا ماء مغلي وسحبنا الزفرة، وبعدين عيرت للكتاف بالضبط ساعة لساعة وربع لحتى شو صار. تعالوا نشوف شو صار. سلخت على الآخر، سلخت معي شايفين، دابت لحمتنا وأمورها تمام. هاي المرأة مع الباقة العطرية تبعتها. هلأ طبعا. أنا إيش بدي أسوي؟ بدي أحضر للصوص كاتي اللي أنا بدي أنزل فيه اللحمة. أوه. تمام؟
يلا يا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. رح نجيب طنجرة كبيرة على قد اللي هي حجم الكتف. طيب يلا حبيبتي رح تصبح معك. منصبح كل الأشخاص الموجودين معنا على صفحة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. إحنا هلا طالعين لايف، ولو سمحتوا حطوا لنا أرقام الهاتف بأسفل الشاشة إن تكرمتم. هيا الرفوع بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير، ووفاء ريماوي بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير، مال الشام بتصبح علينا، وأم رعد جبر بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير. في معنا اتصال. يلا ألو. صباح الخير إكرام، كيف حالك؟ صباح الورد، كيفك؟ أنا منيحة، أنت كيفك؟ الحمد لله يا مدعتنا المتألقة المزة حبيبة قلبي. الله يسعدك بعد ما عندكم حبيبتي كل قضاء حبيبتي. من أنت معي الشفعولة حبيبتي؟ هاي الشفعولة معك وعم بتذوب السمنة. صباح الورد، هلا ملكة الشفاح. هلا 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 والله هلا. صباح العسل الأمورة اللي بتعيش بالنا كل يوم. الله يسعدك حبيبتي من بعدكم. شوفي ما هو عيونك حلوة فرح تشوف كل الناس قدامها حلوين، فهذا أنا مش مستغرب منك مبدئيا. أنت الأمر حبيبتي. الله يخليك يا رب، يسعدك لولادك يا رب. يسعدك حبيبة قلبي. أموريني هسا. إحنا مثلا لحمة ما بتصير هاي عجاج؟ بتصير عجاج، بتصير، بس الرز يعني المديني معروف انه باللحم. ممكن اللحم بعظمه، ممكن راس عصفور، ممكن رياش، ممكن رقاب. مثلا تجيبي رقبه الخروف وتقطعيها، بس بصير على جاج وزاكي ترى يعني، ونفس الطريقه ما بده اختلاف. لانه حكينا وين نروح نجيب لحمه بتضبط الدنيا، نسال يعني بتزبط على لحمه ولا لا؟ بتزبط ستي، بتزبط على لحمه وبتزبط على جاج. يا ريت وصحه وهنا على حبيبتي قلبك. صحتين. برضو بنصبح على أمل السويس نفاع، بنحكي لها صباح الخير. مكمورة أمي صباح الخير. طيب علا حطيتي هلا هلأ هون ستي أنا بدي أجهز للصوص الأحمر تبع الرز المديني. ما حطيت سمنة لأن السمنة رح أعمل فيها شغلة تانية. بالضبط. هلأ حطيت عود قرفة للصوص. طبعا عود القرفة هو مجفف، لما درجة حرارة الزيت بتطلع رح يصير معاكي يفقع، فخلي جسمك دائما بعيد عن الطنجرة عشان الزيوت العطرية اللي فيها رح أسحبها بعدين. هذا السر بالمأكولات الخليجية، حكيت لكم عنه كتير ودونوه عندكم محفظوه إن شاء الله رح تدعوا لي عليه، اللي هو حجار المستكة، مش الأصنص السائل. ديري بالك الأصنص بمرمر. ها هلأ رح تدوب، إذا دورت عليها جوا الزيت ما رح تبين. صح. وما تكتري لأنه طعمها بكفي. ها بس هيك رح تدوب. تمام. هاد سر الطبخ الخليجي، بيعطيك طعم بس ما رح تقدر تعرفي إيش هو. هذا هو. تمام. هلأ أنا لما أحركهم كاتي، ها شوفوا دابت معي المستكة بطلت تبين. لو قربت أشم الزيت رح أشم ريحة مستكة. بعدين رح ننزل اللي هي عصير البندورة كاتي السائل. وكمان رح ننزل اللي هي بندورة مقشرة وبلدية ومفرومة ناعم على الآخر على الآخر. طب ليش هاي مش هاي؟ لازم للصوص الأحمر، لازم العصير بيعطيني الطعم والبندورة المفرومة رح تكثف النكهة تماما. شايفين هاي دابت معاي المستكة والزيت أخذ نكهة المستكة والقرفة. هلأ بننزل البندورة. يلا نروح على الرمثة مع اتصال من بتول. صباح الخير بتول. يا صباح النور، كيف حالك؟ والله تمام الحمد لله، كيفك انتي؟ والله مشتاقين لك كثير كثير كثير. الله يسعدها حبيبتي. يلا هي الشفعولة معك، تفضلي وعلوا لنا الصوت بالاستوديو لو سمحتوا. هلا ست الكل صباح الورد. يا صباح الفل، كيفك شو اخبارك؟ صباح العسل للناس الطيبه. هلا ستي. الله يسعدك والله، انا بحبك كثير ودائما بحكي يعني دائما بشوفكم على التلفزيون. حبيبتي تحبك العافيه. الله يخليكي، هذا شرف لنا. اهلا وسهلا فيكي بكل وقت. الله يسعدك الله يسعدك. شوف على رقمك اخذه. خليكي تحت الهواء، هلا بيعطوك يا الشباب. اهلا وسهلا فيكي. الله هلا يا قمر، اهلا نورتي. يلا تمام. طيب اذا نزلنا البندوره المفرومه وعصير البندوره، وهلا هون عشان يبلش يغلي معي راح انزل مرقه اللحم، وضروري تكون مرقه اللحم مصفايه. شايفين مرقه اللحم؟ شوفوا معي كيف هي، عليها شويه دهن بالرغم من انه خروف روماني مش بلدي، والسبب انه في دهنه بس اقل من البلدي. لذلك الناس كاتي يعني اللي مش كثير مع اللحمه بقول لك لا انا بفضل روماني، بحبش البلدي لانه اصلا هو ما له على الدهن. اوكي تمام. هلا راح اغليهم، خليهم مع بعض. طيب اغليهم بهالشكل. طيب
أم سارة منصبح عليها، انشراح الحباشنة يا صباح الفل. وليد العباسي بيصبح علينا وبحكي لنا صباح الخير، بيقول له صباح النور. وتهاني إبراهيم البنا بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير. وردة النرجس، وأيضا مهند الربابعة، ورجاء الصغير بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير. نور الدربيع، وأيضا أم طاها، والمذهلة بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير. والله إنها مذهلة، اسم حلوة. جميل جدا. مثل منتجات الكسيح المذهلين. طبعا. رنج كامل متكامل، فدائما رعاة مطبخ يوم جديد. قديش هم جاهزين لحتى يلبوا طلباتنا، قديش مهم للطاه يكون عنده منتجات فعلا تبيض الوجه. طبعا. وشكرنا دائما موصول للشركة الإقليمية التجارية للجلافز. عم تظهر أمامكم بقياسات مختلفة، في منها البيربل، في منها اللارج والميديوم. السمول أنا سحبته، خبيته عندي لأنه عليه طلب بالسوق، فأنا سحبته. شكرا لهم. بتلاقوه عندهم، أي حدا بيحب يتواصل معاهم أنا بزودكم بأرقامهم أكيد وطريقة التواصل معاهم. وأخيرا وليس آخرا، شركة أسواق الكرمل اللي جبنا من عندهم البندورة البلدية وفرمناها. تمام؟ تمام. يلا يا مر، هلا إيش نعمل؟ ستي بدنا نحط كبش رنفل ما يقارب معلقة صغيرة، نكهته قوية بس أنا بدي أحسب نكهة اللحم. اللحم روح قلبها هاي البهارات. بعدين معلقة كبيرة من جرام مسالة لحتى أخذ نكهة الرز المديني الصح. أنا حاطة كتفين، إذن أنا بدي معلقة ونص كبار. برجع بحرك كمان مرة، وآخر شيء رح أنزل شوي من الملح لأني أنا ما ملحت اللحمة بالسلق. نعم. الكرمل اللي بيسألوا عن فروعهم موجودين في شارع القدس وشارع الحرية وضاحية الياسمين، وقريبا بخلدة وبصوفية سون إن شاء الله تعالى. عند صوفية مول، يعني إن شاء الله ما رح تتغلبوا في الوصول لإلهم. هلأ هون كاتي أنا رح أحط ماء الكادي، اللي هو إيش؟ ماء الكادي اللي هو حكينا من زهرة الكادي نستخدمه للرز. هذا على ما أعتقد سعودي من مكة المكرمة، في لبناني وفي بحريني، هيك شكل الأنينة. وين بتلاقيها؟ عند العطار، عند ماء الزهر وماء الورد. صراحة طعمه رهيب للرز. هو إيش يعني؟ رهيب. أنا أول مرة بحط، خليني أشوف شو. هلأ رح أخليك تشميها بس ياخدوها على الكلوز. هو ماء معقم ونكهة مزيج الكادي، إنتاج السعودية وموجود بالأسواق، مش أوكي. صعب أبدا إنك تلاقيه. شمي كاتي، بقلب كل الطبخة، كل العيار بقلب لك إياه. هايو مع كاتي، شوفوا. مش عارفة، أنا حاسة حتى ريحة بخور. صح؟ جد بخور يا كاتي؟ لا والله يا كاتي، كثير حلو يعني، كثير حلو ريحته. انا بشوف يا كاتي بخور. لا انا هيك شميته ارى. بس كثير حلو للرز. ها خلنا نحط البخور، قصدي ماء الكادية للطبخه. ها حطيناهم. اذا كبشه قرنفل والجرام مساله، واخيرا وليس اخرا رح نزل ملح الكسيح. وحكينا اهم ما يميز هاي العلب، متعودة دايماً بنحملها مع بعض. يلا، كل ما أتذكر نهفة الشوكولا بموت من الضحك. كل ما أتذكر هذيك النهفة. شايفين هلأ أنا حطيت البندورة هون، والملح من الكسيح، كبش القرنفل، وجرام مسالة. إذا ملاحظة أنا ما اتجهت للبهار المشكل، لأنه الجرام مسالة جداً جداً غني، أكثر من 12 مكون فيه من البهارات، وهو قريب شوي من السبع بهارات. إذا ما عندك حطي بهار مشكل وكاري. الكاري مكون من مكونات الجرام مسالة، ثوم، بصل، باودر. هلأ هون كاتي إيش رح أعمل؟ إيش رح تعمل؟ هنزل اللحمة يا ستي الكريمة. أوكي تمام؟ تمامين. يلا يلا حبيبتي. طيب منصبح على عصام بدر، بتابعنا من سان فرانسيسكو من الولايات المتحدة الأمريكية، بنصبح عليه ونصبح على كل مغتربينا إن كانوا بالولايات المتحدة الأمريكية أو بالعالم، نصبح عليهم نحكي لهم صباح الخير. طيب في معنى اتصال. طيب رغد بتصبح علينا من جرش، بتحكي لنا صباح الخير. أم رائد حجيجي بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير. وأيضا منصبح على محمد الخوالدي، أم سارة بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير، استنوا علي علق اللايف. طيب في معنا أم سيف. ألو صباح الخير أم سيف. صباح الورد يا كادي، كيفك؟ تمام، أنت كيف حالك؟
الحمد لله مستعين. الله يسعدك حبيبة عمري. كيف وصفة علا اليوم؟ بالسهل صح؟ هاي علا معك، تفضلي. ألو صباح الورد. صباح الورد. اهلا ست الكل. اهلا اهلا، صباح العسل. كثير عافيه. هلا ستي بخدمتك. اهلا صباح الورد، عافية قلبك. الله يسعدك. عندي سؤالين ممكن؟ يلا. اول سؤال بدي اسالك عن الحجار المستكه، عاد بتضبط على الكبسه؟ جربي ورح تلاقي اختلاف مش معقول، جربي. طب هو مخصص الاكل، هو يكون في عند اي عطار؟ ايش هو الكادي؟ لا الحجار الجسمه المستكة. المستكة ستي اللي بنستخدمها للكعك والمعمول من عند العطار. لا اعطيني مستكة حجار ولا تطحنيها ولا عبالك، اول ما تشم ريحة النار مع الزيت فورا بتدوب، بتبطل تبين اصلا. اوكي تمام يا قمار. طيب يلا هلا بالنسبة للرز المديني اللي حكيت لكم عنه كاتي، خليني اعمل هون عشان تاخذوا الكاميرا تقدر تاخذوا. شوفوا رح نحط شوي من الزيت، وبعدين الرز منقوع ومغسول ومصفى، وبعدين رح أحط عليه ملح، ماء الكادي أو البخور تبع كاتي رح ندوب فيه الزعفران. هذا الزعفران برضو كمان سعودي المنشأ، هذا هو الباودر، بس نقطة منه بتعمل طبخة كتير كبيرة. هذا هو لون غذائي صناعي آمن وسيفتي على الصحة، وهو لون من ألوان الزعفران، لونه وريحته وطعمه. يعني مش بس لون، أنا إذا بدي لون معناته بروح على العطار وبجيب أبو العشرين قرش. صح. هلأ هاي يعني مش رخيصة، تقريبا 3 دنانير هاي العلبة، بس كمية إذا بتحبي تشميها بلكي يطلع معك اليوم. لا الزعفران مش لهالدرجة. مقدوس هلا بنطلع. لا زعفران. صدناكي يا كاتي صدناكي. شفتي كيف الله لا وقعني بلسان علا، علا وصرنا ورود. يلا يلا يا عمر. هي حطينا الزيت، هلا رح نروح نجيب الرز، والرز لازم تفلفليه بمرقه اللحمه. حلو. لازم عشان تاخذي النكهه الصح. بدنا نوجه تحيه لكل ابنائنا الاردنيين واخواننا واحبابنا في الخليج وبكل دول العالم، اللي مقيم بدول الخليجيه وبجرب الرزاز عندهم بيعرف قديش في عندهم نكهات قوية جدا جدا لاعتمادهم على البهارات بالدرجة الأولى بالإضافة إلى المنكهات. هاي الأمور. نعم. بعيدا عن هدول أبو عدي. ما حد لا كل اللي حكيته. شكله جعباله مقلوبة. يلا يلا. طيب هلأ علا بتحط الملح. طيب كواكب بتصبح علينا وبتحكينا صباح الخير، هي وقعنا بلسان كواكب كمان بتضحك علي كواكب. طيب كمان بنصبح على رغد. رغد لا ما بنعرف. وفاء ابو صفيه صباح الفل. ام راشد بتصبح علينا من طبربور وبتحكينا صباح الخير. امينه شراب بتحكينا صباح الخير. ام احمد شطناوي بتصبح علينا وبتحكينا صباح الخير. واحنا بنحكي لك صباح الورد والفل حبيبه قلبي، شكرا جزيلا. محمد ربابعه ووليد العباسي عندهم بالبحرين في المكبوس. ايش مجبوس. المجبوس والايش مجبوس، اشي المحمر. لا إشي طبخة ثانية مش عارفة أنا بلاش نلفظ غلط، هلا بنخلصش من علا متشوس. لا مش هتخلص من الشعب مش مني بنيها. لا الشعب يغفر لي بتعرفين ما عرفش. طيب بنيها أو محمد أو رنا محمد بني هاني بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير. اعتدال خالد يا صباح الورد. وغرام محمد تحكي لنا الابتسامة سر الحياة ومفتاح القلوب، قناعة ثم ابتسامة، لا تحتاج الحياة أكثر من ذلك. رامي الطباسي يا صباح الورد. أم أحمد حنتولي بدها المطبق السعودي، هي حكته صح، بدها المطبق السعودي. حاضر. أوكي ومنروح لمرح. يلا ألو صباح الخير مرح. ألو صباح الورد لأحلى مذيعة ولأحلى شف بالعالم. حبيبة قلبي أنت يعني ومني ومن الشف علا، كيف حالك يا مرح؟ الحمد لله تمام. كيفكم انتم شو اخباركم؟ تمام. كيف الوصفات بتحبي انت تطبخي؟ طبخي اشي من الوصفات اللي بتشوفيها من الشيف علا ولا الماما؟ اكيد طبعا. اكيد طب يا سيدي هاي علا معك. يلا اهلا وسهلا يا قمر كيفك؟ هلا حبيبتي صباح الورد. صباح النور يا هلا. هلا حبيبتي كيف حالك؟ شو الاخبار؟ انا الحمد لله فضل من الله الحمد لله حبيبتي.
احنا دائما بنحب نتنور ونسمع صوتك هالحلو دائما. حبيبتي ان شاء الله بتضل بصحتك وعافيتك. يسعدك الله يخليكم يا رب. تحياتي لك وللعائلة الكريمة يا عمر. اهلا وسهلا. طيب تمام. هلا انا هون حطيت مرق اللحم، هلا زاد عندي مرقه اكبها؟ لا شو بدي اسوي فيها؟ طيب مش بعمل لها شوربه. ابدعتي شكرا. ما بدي اعمل فيها شوربه. ليش؟ عندي اكل كثير. ايش بدك تعملي؟ طيب شو بدي اعمل فيها؟ خليها بالفريزر ليوم لما تحتاجيها. اشكرك. نعم عفوا. نعم صحيح، الست هي اساس تدوير اي شيء في المطبخ. راح نصفيها كثير منيح ونخليها تبرد تماما على الآخر، تبرد بعدين بعبيها ب اللي هي مثلا خليني أحكي بأناني، وبعدين بحتفظ فيها بالفريزر، بتقعد معك 6 أشهر محافظة على قيمتها الغذائية. أجاك شوربة، أجاك ضيف، ابنك لا سمح الله مرض، فلانة عاملة سنانها فلفل فريكة، مثلا جارتك في عندهم ولادة كذا، فهذه مرقة اللحمة أوعك تخسريها، كل القيمة الغذائية طبعا فيها. بتطوليها بتدوبيها وبتنزليها على الخضار وبتعملي شوربة باللحمة أو بتعملي شوربة فريكة، وأصلا أنت مو طابخة لحمة صح. هاي اوعك تتلفيها. اوكي طيب خلينا نروح لام عثمان من السلط. الو صباح الخير. صباح الورد. كيفك يا ام عثمان؟ الله يسعدك حبيبه قلبي. الله يسعدك. تفضلي. هاي علا معك. كيفك علا؟ هلا حبيبتي اهلا. صباح الورد. يعطيك العافيه يا علا. هلا حبيبتي الله يعافيكي. اهلا. شو اخبارك؟ انا منيحه فضل من الله الحمد لله. الله يسعدك يا رب دوم ان شاء الله. بدي اسالك يا علا. ستي غلبيني. بدنا طريقه الذره اللي تباع بالاسواق، كيفات الذره، شو البهارات اللي حطوها وشو نوع الذره اللي استعملوها؟ احنا سويناها بس بحكي لك اياها سريع. امرك حاضر. اوكي هلا حبيبتي اهلا. هلا بالنسبه للذره لا تستخدمي المعلبه، لانه المعلبه محليه وبعدين نص الثمره رايح، فانت بتجيبي المجمده. تمام. اول شيء اختاري نوع منيح عشان ما تقلب معك سودا. بعدين بتجيبيها بتسويها على البخار، جيبي هاي الطنجره وجيبي مثلا صفايه تقعد عليها لهون زي النظام اللي هو ايش المفتول ستيم. نعم بخار. تمام خليها على البخار وغطي فوقها على الصفايه، وكل شوي ضلك حركيها بتكون هي استوت. بعدين بتجيبيها في طنجره اوكي، وبتحط عليها معلقه واحده من الزبده، بس تحطيها بالطنجره. الزبده رح تسيح على درجه حراره الذره، بتضلك تحركيها وحط عليها عصير ليمون، ملح، فلفل اسود، وبحطوا عليها كمان اللي هو بهار الجبنه الباودر من عند اي عطار. في ناس بحط عليها كمون، في كثير بهارات بس الاساسي ملح وفلفل اسود. الرز انا حطيته هون يتفلفل مع مرقه اللحم، لما بخلص بنجيب ماء الكادي والزعفران وبننزل عليها. بس انا بعد الفاصل لما اقدم صحني راح اقول لك ايش الخطوه اللي بتغالط مع الست في تلوين الرز وكيف ممكن نتفاداها يضل الرز عندي صح 100%.
هيك بنكون قدمنا الشكل النهائي للرز المديني. هلا الطشة اللي شفتوها طشة مش زيت ولا زيت اللوز، هو سمنة بلدية بحتة. تمام، هذا على طريقة الرز المديني. وأنا سبق وأكدت دائما بغض النظر عن ذوقي بالأكل، أنا سواء بحب أو ما بحب، بحب ألتزم بأصل الطبق عشان ما نزعل أصحاب الطبق منا، زي ما إحنا ما بنحب حدا يتعدى على منصفنا، أنا ما بحب أتعدى على أي أصالة طبق من الأطباق في المطابخ الثانية. فأنا قدمته بالشكل النهائي، بطشوا عليه السمنة البلدية أثناء الأكل، وهيك اللحمة ما بتتحمر، هي فقط مسلوقة وبتنطبخ بالصوص الأحمر وبتتقدم زي ما أنتوا شايفينها. السر في تلوين الأرز. للستات اللي ما بزبط معاها، في إلى تكنيك حتى أنك تلونيه بنفس الطنجرة، وحكينا عنه كتير، بس عشان تزبط معاك الأمور دائما، الحل الأول والأخير فلفل الأبيض لحال وفلفل الملون لحال، وبعدين أخلطيهم زي ما أنا عملت. تمام، فأنا هيك أعطيتك طريقتين، والطريقة الأسلم لتلوين الرز لحتى ما ينتشر معاك اللون بكل الطنجرة، فلفل يكون لون لحاله. وهيك بتكون خلصت وصفتنا لليوم، الرز المديني بالشكل النهائي.